السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. رجعنا لكم فيديو جديد في سيارة يعشقونها جميع والأغلب، لكسس إي إس موديل 2023 فئتها 250 بي دي. هذه تعتبر خلينا نقول الفول أوبشن من محرك الأربعة سلندر 250 كرمز للفئة هذه. تجي محرك 4 سلندر سعته 2.5 لتر 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن متر، مرتبطة بناقل حركة 8 سرعات دفع أمامي. نتكلم هنا على الفخامة المطلقة من لكسس إي إس نفسها، نفس شقيقتها الأكبر 350 دي دي الفول أوبشن. عليها أبرز المواصفات، من أهم المواصفات اللي عليها صراحة موضوع الإنارة الأمامية اللي جاية، ثلاث عدسات للواطي والعالي، خلينا نتكلم برضو كعدسة الحالة هنا جاي إنارة الارتفاع في الليد النهاري فليشر، هذا هو زي ما تشوفون جاء في خط مستقيم عكس الفئات السابقة والموديلات السابقة كان يجي تسلسلي. عليها تنبيه خروج عن المسار كأنظمة أمان، أربع حساسات أمامية، الرادار أيضا موجود عليها في الأمام بدون طبعا كشافات للضباب وبدون كاميرات محيطية. هذه جاي لونها أسود، لون جميل صراحة. هذه هي الإنارة الأمامية، حبيت أصور لكم إياها وأشغلها، شوف كيف ثلاث عدسات للواطي بالإضافة إلى عدسة العالي ما شاء الله العملاقة، تبارك الرحمن يا جودة الإنارة. طبعا في لقطات أتعمد فيها للناس اللي تحب تصمم صراحة، أنا اكتشفت أنه في التيك توك ما شاء الله في حسابات أبدعوا في التصميم على السيارات، ناس تهوى هذه السيارات والله يرزقهم إن شاء الله يا رب والجميع. هذه السيارة من الجانب زي ما نشوف عليها جنوط مقاسات 18 إنش، جنط أيضا هذا مختلف عن بقية الفئات، نفسه موجود على فئات أخرى. لما نجي نتكلم عن السيارة من الجانب، عندنا المرايا فيها الفليشر، عندنا إطار كروم على النوافذ بالكامل، تحت عندنا الجزئية هذه جاية مصدر خلينا نتكلم كروم، الدخول الذكي من جميع الأربع أبواب، فتحت سقف بانورامية، عندنا أيضا نقاط عمياء. الصرفية هنا ممتازة صراحة، اللتر الواحد يمشي 17 كيلو فاصلة 2، تقييم ممتاز، بنزين 91 وسعة خزان الوقود 60 لتر. شوفها من الخلف، هذه هي ما شاء الله تبارك الرحمن العروس، اسميها العروسة ما شاء الله. أربع حساسات خلفية، كاميرا خلفية، إنارات فل الإي دي بالكامل، الفليشر، الضباب، الريوس، كلش جاي الإي دي. شوف الشنطة الخلفية تفتح كهربائيا، معها جناح خلفي طبعا ما ننسى. هذه هي اكسسوارات السيارة من المصنع، من الوكيل أيضا، تتقفل كهربائيا وعلى ما أعتقد تفتح بنظام الركن، خلونا نجرب. هذه فتحت بنظام الركن زي ما تشوفون، تتقفل أيضا بنظام الركن. نجري السيارة من الداخل بالأحرى من الخلف. أول شيء نلاحظ عندنا على الأبواب لوجو لكسس مضيء، الدخول الذكي من جميع الأربع أبواب زي ما ذكرنا. عندنا ستائر جانبية يدوية، هذه هي الطريقة هذه، وأيضا هذه الجزئية الداخلية بكل تأكيد بتكون جملي جلد، الجلد اللي هنا فاخر أي يعني طبيعي يختلف عن بقية الفئات الصناعي. عندنا التخشيب هنا موجود، هذا هو، بالإضافة إلى الإنارة المحيطية، شوفها إن شاء الله في التصوير المسائي. التطريزات الجميلة جدا صراحة، الفورميكا المستخدمة هنا الجميلة كذلك الأمر، صراحة تفاصيل جدا جدا جميلة، ما لوم الناس يوم يحبونها. طبعا السيارة من الخلف من الداخل يعني نتكلم، عازل لكسس ما يحتاجه السعة
إلى آخره. هنا عندنا فتحات التكييف، بالإضافة إلى أيضا هنا في تخشيب. تذكرون سابقا صورت لكم فئة 350 الفل، كان فيها تخشيب، لكن أفتح هنا غامق شوي عشان كذا مو بواضح. منافذ الطاقة الـ USB Type-C والـ 12 فولت. وأيضا هنا عندنا في المنتصف الكوب هولدر مع التحكم في الميديا ودرجة حرارة التكييف والتحكم في الستارة الخلفية. طبعا ما ننسى هنا أيضا في ستائر الإنارة حقت السقف جاية LED هذه، وفتحت السقف الجميلة البانورامية. ناخذ عليها نظرة من الأمام ونروح نشرح بقية مواصفاتها. نجي للأمام، زي ما ذكرنا دخول ذكي نقاط عمياء. نلاحظ عندنا إنارة هنا على مقابض الأبواب داخليا تشوفونها، أحاول أوضحها لكم قدر الإمكان. تمام تمام، ندخل داخل. أيضا عندنا إنارة كلوجو لكسس، كتابة ولوجو على الأبواب نفسها. إنارات محيطية أيضا موجودة هنا، بتكون إن شاء الله نصورها. ثلاث ذاكرات لحفظ وضعية مقعد السائق. عندنا الفورميكا والتصميم حقها الجميل جدا صراحة، عجبني بشكل مو طبيعي. وهنا عندنا أيضا التخشيب، الجلود الداخلية، التحكم في المقاعد الأمامية حيكون كهربائي للسائق للراكب. دخلنا داخل السيارة ونشغلها أول شيء ونقول بسم الله. كمل لكم بقية المواصفات الداخلية. التخشيب هذا هو زي ما ذكرت لكم جايب لون غامق جميل صراحة. تبديل خلف المقود، كثبت سرعة ورادار وتنبيه رجع مسار موجود، والتحكم فيه هنا الميديا، التحكم فيه بخط العرض، من هنا التحكم في شاشة العدادات هذه على جهة اليسار موجودة، تحكم في الكثير من الخصائص والقراءات. من هنا تتحكم في تراكشن، تتحكم في وضعيات القيادة. عندنا الإيكو والنورمال والسبورت، طبعا الإيكو أفضل. هنا على جهة اليسار عندنا التحكم في التريب مع العالي جاي فيه أوتو. ما ننسى هنا عندنا مساحة تخزين والتحكم في فتح خزان الوقود والشنطة الخلفية، غطاء المحرك. التكييف ما شاء الله موجود هنا، والتخشيب كذلك الأمر موجود هنا. هذه ما فيها بروجيكتر. الشاشة اللي هنا حجمها حوالي 12 إنش فاصلة ثلاثة تقريبا. نظام الصوتي هنا بايونير بعدد 10 سماعات، نظام صوتي فاخر من لكسس، يستخدم على الفئات الأقل. خلنا نتكلم من المارك ليفنسون. مارك ليفنسون صافي، جودته جدا ممتازة لا يعلى عليها، لكن هنا عندنا البايونير ايضا ممتاز وصافي ولا يعلى عليه. الساعة الشهيرة في لكسس موجودة هنا كذلك الامر. عندنا التحكم هنا في التكييف، هنا خصائص عاد معروفة تقريبا على لكسس الاي اس، كدرجة حرارة مستقلة بين السائق والراكب. زر التشغيل هنا موجود، بالاضافة الى الجرنط الالكتروني، تبريد المقاعد الامامية بدون تدفئة. عندنا تفتح تقفل الستارة الخلفية هذه زي ما شفتوا، تفتحها وتقفلها من هنا. هنا مساحة تخزين عم يبدو لي تحت، اي وهنا في مساحة تخزين. اوه هذه حركة جميلة صراحة، اللي هي المنافذ الطاقة مع الفورميك المستخدمة هنا، والجير ثمان سرعات تبترونيك. الاوتو هولد هنا موجود، شاحن وايرلس، كوب هولدر كذلك الامر موجودة هنا. وما ننسى في المنتصف عندنا هنا المسند الوسطي، وفيه ايضا منافذ طاقة USB ومنفذ طاقة اللي هو 12 فولت. طبعا USB Type-C اغلب اللي في السيارة Type-C، بخلاف هنا واحد فقط العادي. مراية تعتيم تلقائي، نارة للسقف LED، والتحكم في فتحة السقف البانورامية، والسقف جايب نفس لون المراتب اللي هو الجملي. الشاشة هذه فيها الكاميرا الخلفية، يعني لو كان فيها الأربع كاميرات تكمل صراحة كمواصفات. بقية المواصفات اللي موجودة عليها، خلينا نتكلم من مواصفات الدلع والرفاهية أبرزها موجودة عليها. النافيجيشن، الخصائص الأخرى أبرزها زي ما ذكرت لكم موجودة. الخصائص عندنا هنا المناخ مثلا، تقدر تتحكم في درجة الحرارة وغيرها، وأيضا في التحكم في اللي هو المقاعد الأمامية كتبريد
للمقاعد فقط. في عندنا الأوتو تقدر تتحكم كدرجات أنت شخصيا للساق والراكب فقط. فهذه هي أبرز مواصفاتها من الداخل. هنا عندنا أيضا مساحة تخزين ولكن مقفلة. التطريزات الجميلة صراحة، ركزوا معي. التخشيب كذلك الأمر. الإنارة طبعا المحيطية جاية باللون الأبيض، وضحت لكم على ما أعتقد هنا ومن الجهة اليمنى وأيضا في الخلف، بس مو بواضحة مرة حاليا في التصوير بحكم قوة الإنارة، حاولت أوضحها قدر الإمكان لكن صراحة إلى الآن باين أنها معتمة. هذه لكسس الإس 23 البي دي 250 كرقم فئة من الداخل ومن الخارج، وأبرز مواصفاتها. السيارة صراحة ما فيها نقاش بخلاف بعض المواصفات اللي لو اكملت خلاص صارت 350 صراحة يعني. بس هذه هي من الداخل ومن الخارج. ننتقل بقية المواصفات الخارجية، نكمل لكم بقية المواصفات. نلاحظ اللي هي إنارة الضباب، إنارة الالتفاف عفوا، هذه موجودة هنا طبعا تكون موجودة على الجهتين. ما ننسى أيضا اللي هو الرشاش حق غسيل الأنوار موجود هنا. فهذه هي بأبرز مواصفاتها الجميلة الداخلية والخارجية. بالنسبة لسعر السيارة فهو 265,000 ومية شامل للضريبة. وين موجودة السيارة؟ عن شركة الصفح للتجارة في معارض الرياض القدسية وجدة. أرقامهم موجودة في صندوق الوصف. يعطيكم العافية على المشاهدة، أعطونا رأيكم في السيارة. راح أصور سكتشات حلوة تعجبكم إن شاء الله، تنزل على الإنستغرام، تنزل على التيك توك للناس اللي تحب تصمم وتحب تعدل. وأيضا في مقدمة الفيديو زي ما شفتوا فيه كذا مقدمة حلوة جميلة للناس اللي تحب تصمم وتعدل على الفيديوهات. يعطيكم العافية على المشاهدة، لا تنسون تشتركون معنا في القناة وتفعلون الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي التيك توك سناب شات وإنستغرام. وأعتذر على القطعات اللي حصلت في الأيام الماضية، ولكن والله انشغلت. كان ودي أيضا أصور قبل أسبوع من كذا ولكن تعبت شوي، والحمد لله عدت. تعب موسمي زي ما يقولون مع البرد وتغيير الأجواء، والحمد لله عدت. عموما يعطيكم العافية على المشاهدة وفمان الله.